السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع المسيله لنقف على الاشغال تاع المستشفى الجامعي بمدينه بوسعاده ذات 240 سرير. وللعلم نذكركم بانه الولايه تاع المسيله هي الولايه الوحيده اللي تعرف زوج مستشفيات تاع الجامعيه ذات 240 سرير، وهذا شيء ايجابي جدا. وان شاء الله تكون المستشفيات هذه في كل بوع الوطن، حيث أنه فيه مستشفى آخر لجامعي في مدينة المسيلة زائد هذا المستشفى اللي يقع في ولاية في مدينة بوسعادة، إذا بولاية المسيلة. عرف الزوج مشاريع تعرف وتيرة تاع إنشاء جد متسارعة، يعني هذا أمر جيد. وكلتاهما فهي من إنشاء شركة كوسيدار الجزائرية. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.